اوكي صعدنا 1000 دولار. من العالم المسلم الذي ذكر الجاذبية الأرضية قبل نيوتن بألف سنة؟ أبو قاسم الزهري، أبو جعفر الخزان، أبو... متأكد؟ الكندي. متأكد أحمد؟ مو أكيد. يوسف؟ لا لا مو يوسف. إنه يوسف اتصل بأخونا عمنا الجوجل. ألو يوسف، الله يساعدك. الله يساعدك. أقول لك أكو سؤال. من العالم المسلم الذي ذكر الجاذبية الأرضية قبل نيوتن بألف سنة؟ عندك أبو يوسف، أبو ريحان، أبو قاسم، أبو جعفر. من هو؟ أبو ريحان البيروت. آه والله بذمتك 1000 دولار بذمتك. روح. ها هي والله كفو. من هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؟ طارق. سيد قطب. سيد قطب؟